نؤكد أن اجتماعاتنا هذه تجسد توجيهات قيادتنا الحكيمة لتعزيز استعدادات دولة الإمارات لعالم متغير. أبطالنا الحقيقيون هم العلماء، المهندسين الذين يعملون بتفاؤل وإخلاص على حماية الصحة العامة في ظل أزمة كورونا التي أظهرت بوضوح أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الدول، ضرورة مواصلة التنسيق في مجالات العلوم البحوث بين مختلف المؤسسات والحكومات حول العالم. بل علينا أن نسعى لتصبح هذه الأرض الطيبة مشاركا فاعلا في تأمين مستقبل العالم وتقديم حلول للرعاية الصحية العامة للبشرية. من أجل هذه الغاية سأضع فريقي اللي أفتخر فيه صراحة في الخارجية على أهبة الاستعداد ليكونوا جزءا من الجهود المكثفة لاستكشاف فرص جديدة لتحقيق الأهداف العلمية لبلدنا الغالي. ستمضي هذه الأزمة كغيرها من الأزمات التي انتصرت فيه البشرية عبر التاريخ. كما وجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الزايد أن التعليم الخاص يجب أن يدعم في هذه المرحلة، وتم فتح قنوات وأنظمة وزارة التعليم ومشروع الشيخ محمد بن راشد التعلم الذكي للمدارس الخاصة. أهم شيء كان تدريب المعلمين والقيادات التربوية والقيادات المدرسية والعاملين في الوزارة على تقديم خدمة عالية الجودة عن طريق التعلم عن بعد، ولله الحمد وجود مركز تدريب بجودة عالية في دولة الإمارات مكننا من تحقيق هذه الأهداف. توقعاتنا أخواني وأخواتي للقطاع الاجتماعي في دولة الإمارات لعام 2020 امتداد لهذا العام، سنعيش بإذن الله قيم أعمق في التلاحم الأسري داخل البيت في الأسرة الواحدة. 2021 بإذن الله بنكون إن شاء الله تعدينا الكل مع العالم هذه الأزمة، ولكن كيف بيكون مجتمعنا وكيف بيكون المجتمع العالمي؟ فيما يخص الفرص لدولة الإمارات في المدى القصير، هناك العديد من الفرص التي يجب أن نسلط الضوء عليها الحين ويجب أن نستغلها ونعمل عليها بإذن الله. كورونا صار في 2020، لا ننسى أن 2020 هو عام الاستعداد للخمسين. الآن تعلمنا الدروس، صار عندنا تفكير جديد، صار عندنا منهجية مختلفة في التفكير مع القطاعات ومع المستقبل، وبالتالي لابد أن احنا نستغل هذه الدروس وهذه الممارسات ليس فقط في بناء جهاز حكومي قوي، ولكن في بناء خطة تنموية تكون جاهزيتنا فيها كبيرة للمستقبل، ونفتح فيها قطاعات اقتصادية مهمة إن حسب ما تفتحت لنا وحسب ما شفنا الحين، بحيث تضمن استمرار النمو والتطور في دولة الإمارات والمحافظة على مستوى عالي لجودة الحياة. نريد أن تكون دولة الإمارات مركز لقياس إنتاجية الموظفين عن بعد، وتكون لدولة الإمارات الأسبقية في هذا القطاع أيضا. نعتقد فرصة أن دولة الإمارات تقود المنطقة والعالم في موضوع الأنظمة التعليمية عن بعد. أرجع لتغريدة يمكن لصاحب السمو الشيخ محمد اللي قال فيها: بقى العالم سنوات يتجادل من يقود الآخر، هل تقود السياسة الاقتصاد أم يقود الاقتصاد السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ اكتشفنا في زمن الكورونا أن الحصان وعربته تحملهم الصحة. بدينا من حوالي 14 سنة يمكن برامج التميز الحكومي في الحكومة الاتحادية، وأيضا هناك برامج في الحكومات المحلية. بنحول هذا البرامج إلى برامج لتقييم الجهات الحكومية وفق المعايير، تشمل إجراءات التكيف والتعافي من كوفيد-19، كيف الوزارات والهيئات خلقت نماذج رائدة في العمل عن بعد، وأيضاً الجاهزية للمستقبل. كل شيء قابل للتطبيق وما في شيء مستحيل مثل ما ذكرت القيادة، والإنسان الإماراتي والشخصية الإماراتية متميزة لأن اللي بنى هالدولة شيخ زايد الله يرحمه، وأهم شيء ركز عليه هو بناء الإنسان. فهذا وقتكم وهذا دوركم، واليوم رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه، وإخوان الشيخ محمد بن راشد وأخو الشيخ محمد بن زايد وإخوانهم الحكام، يبوننا أن نخلق هذا النموذج مع بعض كفريق عمل واحد لدولة الإمارات.